دائما عينه على ما بيد غيره، لكن لا يلتفت أبدا لما بين يده. هذا واقع للأسف الكثير من الناس اليوم. تقول الحكمة: انعم أقصى النعيم مما ملكت يداك، قبل أن توسد اللحدة فلا شيء هناك، سوى تراب من تحتك وتراب من أعلاك، وفلا شراب ولا غناء ولا نهاية بعد ذاك. فاللي تعتقد أنك ما تملك شيء، بكم تثمن عينك؟ بل كم ثمن سمعك؟ كم ثمن أقدامك؟ بل كم ثمن أسرتك؟ بكم تثمن أبنائك؟ الجواب أنك تملك ما لا يقدر بثمن. فما استقر الرضا قلب العبد إلا وكان هو الأسعد. واعلم بأن حياتك ما بين دقائق وثواني، فعيشها سعيد قدر المستطاع، لا أن تعيشها تعاني، وقول الحمد لله دائماً.